Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Sei per Wemi Inia Kahidma Bimantova, tu kadim mustajeddet l'hassa hawla tatawur halat virus corona al mustajed fi jihad Lombardia. Hadi l'wasaya saliha min 18 mai ila 2 min yunyu wa hiya kattali. Wujub istimal kamama aw wasa'il ukhra lil himaya. Istikhdam kamama aw istikhdam thawb akhar yughatti l'anf wal fam amrun ilzami. يوصى بتطهير اليدين باستمرار. في أي نشاط اجتماعي خارجي يجب الحفاظ على مسافة السلامة بين الأشخاص والتي لا تقل عن متر واحد. الأطفال دون سن السادسة ليسوا ملزمين بوضع الكمامة، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من بعض أشكال الإعاقة التي لا تتوافق مع الاستخدام المستمر للكمامة. الكشف عن درجة حرارة الجسم. عندما تتجاوز درجة حرارة الجسم 37 درجة ونصف أو مع أعراض الإنفلونزا، يمنع تماما مغادرة المنزل والاتصال الفوري بطبيب العائلة، كما يجب على العمال إبلاغ صاحب العمل. بالنسبة للتنقلات والمواصلات العامة، يمكن التنقل بحرية داخل حدود الجهة دون الحاجة إلى أي تصريح ذاتي. يحظر السفر إلى أي جهة أخرى غير تلك التي تتواجد فيها حاليا، وكذلك من وإلى خارج البلاد، باستثناء الحاجة الملحة كالعمل أو للضرورة القصوى أو لأسباب صحية. يتم الولوج إلى وسائل النقل العام بالكمامة وفي حدود الأماكن التي تضمن المسافة الاجتماعية الضرورية. إعادة الفتح. عند اعتبارا من 18 ماي سيتم إعادة فتح متاجر البيع بالتقسيط، المطاعم، الحانات، الحلاقين، أخصائي التجميل، المتاحف، المكتبات، أماكن العبادة، المراكز الريادية الخارجية، الشواطئ والمؤسسات. أنشطة مرافق إقامة كالفنادق يمكنها العمل بشرط ضمان الحفاظ على المسافة القانونية. الوصول إلى المطاعم ومصففي الشعر والحلاقين والتجميل سيتم عن طريق الحجز. بالنسبة للتدريب والأنشطة المخبرية، يسمح باستئناف الحضور للتجارب التدريبية، لكن في مجالات العمل التي لا توجد عليها قيود لممارسة النشاط. بالنسبة للرياضة والأنشطة الترفيهية والترويحية، يسمح فقط بالأنشطة الرياضية المنفردة في الهواء الطلق، لا يسمح بالأنشطة كالسباحة وصالات الرياضة حتى وإن كانت في الهواء الطلق. الشعائر الدينية. يسمح الوصول إلى أماكن العبادة، بحيث يجب الأخذ بسلسلة من الوسائل التي تهدف إلى تجنب التجمعات والاتصالات الخطيرة، كعمل مسارات متفرقة للدخول والخروج، كمامات، التزام المقعد، ترك مسافة متر واحد، ممنوع أي نوع من الملامسة بين الأشخاص في الصلاة. يجب تطهير أماكن العبادة يوميا ولمرات عديدة إذا كانت تستضيف الأشخاص أكثر من مرة. بالنسبة للأطفال، سيتم إعادة فتح المنتزهات والحدائق العامة ومناطق اللعب مع مراعاة عدم التجمع وضمان تطهير مستمر ودوري لمعدات الألعاب. في يونيو سيتم إنشاء مخيمات صيفية مخصصة للأطفال والمراهقين من سن 3 إلى 17 عاما. في حالة شك أو الحاجة يمكنك الاتصال بالشخص المكلف عن طريق الهاتف. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.